شنو والله احنا عندنا مفرزه ما موجوده هو حليب ايه حليب بس يكون مو مال مربى حليب عادي يعني مال طرفات لا 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 ما مع بعض يعبر الاربع كشر يلا تدي طفل زين عم تدي لك اي شيء بس يكون حليب مو مال مريض حليب مع طفل صحي جزء من الاطفال جوعانين ممثل باللجنه هون يضل مسؤول عن النواقص بالنسبه للنساء كمل تصريح مرتها لا هم رجال الاطفال ما عندي تلقيح انا دخل على الرجال فقط هي كنساء بس افرجهم انا تفرجهم زين هذول يا حق ايمتى تفرجهم؟ حسد خايف ان شاء الله بعد نص ساعه تعبانين معزومه ادري بيهم ادري بيهم والله تو ترجع لا تمشي وتوت وقعد ما توت رجع اي مظاهر صحه ما احنا اذا نحن شو اسمه احنا من علاجنا الخاص نعطيهم هم لها ايش بيه الحج ايش بيه والله مريضه خالد لا والله طارق عنده دواء عندي اسعاف هناك وعندي وين جبته ما مشي لا والله هي غربانه غربانه سلوك للاهل عادي لا شيء شالوها انا عندي طبابه خاصه بي عالجت بي يعني خاصه بي ما في اي دواء لها وزاره الصحه هوني وقعت ماكو اي علاج بس مسكره طيره ما تقدر صحتنا لنا ولا حد جاكم لا طبيب لا اسعاف لا شيء ما جاكم اي شيء نجينا بدر تعرفين ايش خصائصكم من جيتم يعني بلاش قد جيتم هاي بالإتلافة. شو نسوي؟ نكون واقفين مع بعض. يعني هسه إحنا أعضاء مجلس جايين هنا نتصل بذات الصحة. أكو إسعافنا عندنا وعندنا طبابة وعندنا كل شيء. أكو أي مظاهر من هاي المظاهر موجودة هنا حالياً؟ والله الإسعافات هسه الموجودة حالياً وأنتم مطلع عليها أخذكم للبداية والنهاية. بس إسعافات مال الجيش. كل إسعاف. يعني دارة الصحة ما شفنا. وهم هذول العالم هاي كليتها. يعني هو دور الجيش دور قتالي. ايه هذا دور اضافي لكم عشان واحنا هسه مخلي المفرزه خاصه اسعافات من يمنا ودكاتره واياهم جانب صديق من الاستراليين هم دا يعالجون العالم خاصين يعالجون جماعتنا يعالجون العوالي وهاي هم كلهم اسالهم ما حد جاء عليكي ما حد جاء زاركي ما حد جاء قال لك ايش بيكي لا ما انا حتى هوني الحجيه هلا اسمعي للأخلاق أشبيها أشبيها زوجها موجودة أشبيها أشبيها زوجها متبسطة كثيرة حتى نطلع 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 حتى فرد ما عندك دفتر لو جاي البارحه بالليل تشوفين الحال انا جيت اول البارحه لا لا البارحه بناتي على ايدي دول النوم ما اقدر ما عندي احد احنا نجي هنا
ونشوف الوضعيه كلها ونطالب دائره الصحه هنا ويقولون الاسعافات موجوده هناك وكل شيء متوفر هناك، نجي نلاقي الحاله غير حالها. خلال زيارتنا كاعضاء مجلس قضاء الموصل رئيسا واعضاء وتوجهنا الى مركز التدقيق الامني للنازحين القادمين من الجانب الايمن، ومن خلال رؤيتنا لهذه المركز راينا اهمال كبير من دائره الصحه نينوى، حيث لا وجود لاي اطباء ولا وجود لاي ادويه ولا عربه اسعاف، وهناك حالات كثيره حدثت في من النازحين الذين تعرضوا للموت بسبب البرد، بسبب الحوادث الجوع، الحوادث العسكريه التي تعرضت لها. فمن هنا ناشد دائره الصحه نينوى بتفعيل دورها والحضور فورا الى هذه المنطقه ورؤية الحالات. كما ترون هذه الحالة المأساوية التي حدثت في فبصراحة نحن لا نريد أن نسكت عن أي مبرر يحاولون التبرير بها دائرة صحة نينوى. وهذه أحد الحالات التي حدثت في هذا المركز التدقيق الأمني. فلذا نناشد الحكومة المحلية الموجودة كمحافظ ورئيس مجلس محافظة والمسؤولين الأمنيين الموجودين داخل المحافظة أن يأخذوا دورهم العالي هنا في هذه المنطقة، حيث النازحين، حيث أهلنا من المحافظة. ونناشد أيضا كما ذلك بدورنا الشيوخ العشائر المترفين الموجودين في داخل محافظة نينوى، هؤلاء أهلهم عليهم التوجه فورا إلى هذه المناطق لرؤية ما يعانون من مشاكل صحية.